المفروض حاضر. عليها. كان في بلانشة الكبيرة فين؟ الكبيرة الكبيرة. حاضر. طب قولي اتفضلي. المقادير الأول معانا صدر فرخة حوالي ربع كيلو لحمة مفرومة، معانا بقسماط للحمة، ثوم وبصل باودر، دي والمشروم. نقول تاني المقادير، عندنا صدر فرخة أو صدرين أو حسب الكميات، حسب العيلة اللي أنا عايز اللي هتاكل. اه جميل بالظبط. وعندنا لحمة مفرومة برضه حسب الكميات، يعني نص كيلو على أربع صدور، ربع كيلو على صدرين زي ما انت عايز. هو ده ممكن يبقى زياده شويه يعني على حسب. وبقسماط بقسماط. وده ايه؟ توم باودر. ده توم باودر ومشروم. ومشروم. جميل. ده للفراخ. خلاص احنا مش هنقول ده دلوقتي. اوكي. خلينا بس في ده الاول. ده بس صوص باربيكيو، بس هنيجي نضيف في الاخر خالص يدي لون. صوص الباربيكيو. اه. طيب. اوكي. يبقى احنا عندنا صدور فراخ، بقسماط، توم باودر ومشروم ولحمه مفرومه. ملح وفلفل. هجيب لك سكينه. سكينه. اتفضلي. وعايزه معلقه. ومعلقه. حاضر. وهنبدا معاها واحده واحده، نشوف الرول اللي هتعمله ده. وده في حاجه تانية، ده هيتقدم مع الاكل، فعشان كده هنقول عليه دلوقتي. اه استاذنك اي شيف تحط لي شويه، احط لك شويه مرقه. بس مرقه. شفت الرز الروزيتو بدا يتشرب ميته بس لسه ما استواش. لا اه. فاحنا هنزوده كل شويه مرق لغايه ما يستوي معانا. انا فتحت يا شيف يرحمكم الله الصدر بتاع الفرخه، عايزه بس يعني ممكن اضبطه شويه بس. طيب انا بس عايز لحظه بس عشان اجي عندك دلوقتي. اه طب الكاميرا معاك. يا الكاميرا معاك. انا بس فتحته من النص عادي، عايزه بس ممكن اضبطه شويه بالاداه بتاعت اللحمه دي. لو موجوده. لو مش موجوده مش مشكله. عندنا كل حاجه الحمد لله. الحمد لله. امين. الحمد لله. حلو قوي. انا اللي هدي. يلا شويه ازعاج. لا لا اجمادي. لا لا خالص خالص. اجمادي اجمادي اجمادي. اه جامد. اه ماشي. ازعاج يا جماعه. عادي. اه بيحصل ده عادي في اي مكان. ده المطبخ بقى. طيب حطينا دلوقتي الفرخه او صدور الفراخ. عايزه الملح والفلفل مع الشطه. حاضر. انا هتبل صدر الفرخه بالملح والفلفل. جميل. بعدين ثوم وبصل بودر. على فكره ده ثوم وبصل بودر مع بعض خليط. اه اه. طيب يبقى احنا دلوقتي حطينا صدر الفرخه، تبلناه ملح وفلفل وثوم وبصل باودر، وبعدين وبعدين اوكي. اه اديله كمان واحده كده عشان. طب ما تديله من هنا بقى. بص ده اللي بيها كده، اللي بيها من هنا كده. ليه بقى؟ عشان ده يبقى الوش اللي تحت. اه يطلع شكله. لا يعني انت هتحشي من هنا، ما تحشيش من الناحيه الثانيه. ماشي تمام. مش هتفرق دلوقتي. شو انا استاذنك اجيب الايه بس؟ ورق الزبده. والزبده اه في الدرج. ورق في الدرجن هنا هو ده. طيب انا دلوقتي هناخد بقى دلوقتي ورقه زبده وورقه فويل. ليه بقى حطينا ورقه الزبده؟ عشان خاطر الفويل في مع الحراره بيبقى مش كويس. مش ورق الزبده. نعم. تمام صحيح مفيش مشكله. عايزه معلقه بس احط معلقه اهي مكونات على اللحمه، شويه ملح وفلفل برضو. اه انا عايز بس اما نخلص الحشوه عشان لازم ناخد فاصل حالا. خلاص اه معلقتين. احط برضو شويه مرقه هنا ما ننساش الرز. احنا كده عملنا ثلاث حاجات مع بعض. هو يعني لو صعب ممكن الواحد ياخد دي فرمه في الكبه، بس هو مش الحال يعني. بنعملها زي الكفته يعني، يعني مع شويه بقسماط وملح وفلفل بس. اه ما بحطش على حاجه ثانيه عشان تبقى ايه تمسك. ما يا استاذه مروه. الو. الو. ايوه يا فندم اهلا بيكي. ممكن اعرف طريقه البشاميل؟ حاضر 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 يا استاذه مروه من عينيا. حاجه ثانيه؟ الو. طيب ده هي مستعجله قوي وقفلت على طول. طيب استاذه مروه كانت بتسال على البشاميل. اربع معالق زبده، اربع معالق دقيق. في ناس بتحط شويه مرق، في ناس بتحط مكعبات مرق، لكن انا بحب دايما احط بصلايه وجزرايه وعود كرفس وورقه اللورو وبشره جوز الطيب وشويه ملح في اللبن وهو بيغلي. بعد كده بصفيه واحط يهدى شويه. اول ما الزبده والدقيق يلموا مع بعض كده، بقوم نازل عليه بخليط اللبن اللي هو خد روايح الحاجات اللي عندي او النكهات اللي عندي. وبعد ما بعملها معايا كده بالشكل اللي انتم بتشوفوه، يبقى عندي بشاميل انسيابي.
بصي يا شيف انا جبت النشابه عشان اسهل على نفسي، لقيت الفرد اللحمه صعبه شويه فقلت ايه أسهل. يعني انا عايز اسالك بقى سؤال، اتفضل. الغلافه دي اللي هتبقى بره بالظبط ولا الفراخ اللي هتبقى؟ لا دي اللي هتبقى بره. انا بقى تخيلت ان الفراخ، عشان كده قلت لك اقلبيها. ما انا قلت بقى ايه نعمل حاجه كل الناس بتحشي جوه الفراخ. حلوه. لا لا تصوري فكره جميله، فكره حلوه قوي. يعني انا خليت اللحمه، انا كل ده متخيل ان الحشوه هتبقى جوه الفراخ. لا هي الحشوه الفراخ اللي هي هتبقى، هي اللي هتبقى الحشوه. المفاجاه دي حلوه وسايباني من الصبح متخيل ان احنا هنحشي الفراخ مش هنحشي اللحمه. انا حبيت اعمل لك مفاجاه. بس هنحط المشروم عادي. مشروم مستوي. انا نسيت اقول. نعم. ده في حاجتين دوت. اولا انا يا دوبك بس شوحته بشويه زيت. وما ينفعش احطه سخن. لازم اعمله من قبلها شويه سوي بارد. يعني ما ينفعش احط حاجه سخن على جميل. اللحمه. نعم. بارده مش مستويه قصدي يعني. بس دي جزريه. الجزريه عاديه بس مسلوقه. مسلوقه. يعني بطولها كده زي ما هي بس رفيعه بقى. حلوه الفكره بتاعت لفه الرول. اللحمه بره دي وخصوصا اللحمه مفرومه مش لحمه بفتيك ولا سكالوب ولا كده يعني. تمام. اساعدك؟ طيب ممكن بقى هلفها كده حاجه الشيف بقى. الله يكرمك. تبقى رول وبعد كده نضم دي كده بس نقفلها. تمام. ونضغط بعدين نقفلها كده عكس بعض تبقى عامله زي ملبسايه بس عامله رول. عامله رول بالظبط كده. وندخلها الفرن. دي شوف هتدخل فرن على حمام ميه. جوه حمام ميه بتقعد حوالي نص ساعه. نعم. ممكن اقل يعني اللحمه والفراخ مش هياخدوا. طيب بعد الفاصل هنوريكم شكلها لان احنا عاملين واحده قبل الهوا يعني مش هنقعد نستنى بقى التسويه. وكمان نشوف الستيك بتاعنا عمل ازاي ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. منورانا ومشرفانا مدام رانياني. ايه بقى؟ شبراوي شبراوي غير شبراوي بتاع الحاجات كده. لا بتاع كل ما اقول لحد ده شكل الرول. يعني احنا بعد ما استوى في الستيم او في المرق او في الميه خدنا حطينا صوص الباربيكيو حواليه ودخلناه الفرن شويه بقى بالشكل ده. شايفين الرول عامل ازاي؟ يعني شكله من جواه اهو بعد ما اتقطع. بس لازم نستنى عليه لما يبرد ما يتقدمش وهو سخن عشان كمان نعرف نقطعه. جميل. حلو منظره. انت قلت لي انا عايز اقدمه مع حاجه. هو المفروض اقدمه مع الجراتان البطاطس. جراتان البطاطس. طب ممكن نحط جراتان البطاطس وندخله الفرن؟ تمام. هو مش هياخد حاجه. البطاطس دي متقطعه شرايح ومسلوقه. ومسلوقه غلوه. يا دوبك. ايه تاني؟ بس هنحط كريمه شويه ملح وفلفل. جميل. طب بس شويه جبنه بس على الوش خلاص على كده. جبنة على الوش. هياخد يدخل الجراتان جوه في الفرن. جبنة موتزاريلا. موتزاريلا اوكي. تمام خلاص. طيب. ده نوع من انواع جراتانات البطاطس عشان برضو عارف ان في حد قاعد متلصص. يا متلصص مالكش دعوة بينا. هي بتعمل جراتان بطريقتها. لكن الجراتان البطاطس او البوم ديفنواز. اهو بقولها له اهو. بوم ديفنواز. حاجة فيها تانية هقول لكم على مقاديرها برضو. بس ده مش وحش. البطاطس اللي هي بلانشيه متاخده مع كريمه وجبنه دي طعمها هيبقى حلو جدا وهايل جدا. واحنا قلنا ان ضيوفنا انا بسيب لهم المساحه يعملوا ابداعاتهم. يعني بس مش بيعدلوا في المهنه خالص. لا خالص. الجماعه هي جربت ولقت قبول عند اللي ده فبتعمل حاجتها هي. فانا ما اقدرش اتدخل مهنيا في حاجتها. بس لما اكون عارف ان في حد مهني بيتفرج فلازم اقول له يا مهني البوم ديفنواز غير الجراتان اللي هي عاملة. طبعا. شكرا. لازم نوضح كل التفاصيل. طبعا. طيب انت عايزة تعملي قلت لي بسكوت. انا عايزة ابص على اللحمة بتاعتنا كده. اهي. تلاقي خلاص يا شيف. بصوا بقى شكلها بقى مشهي. واو. وكمان استوت. انا شكلها بيقول استوت اهي. شايفين؟ طالما ما بتطلعش سائل. ده سائل ابيض. يبقى كده زي الفل استوت اهي. وفي هنا سائل طلع معايا. تمام. حلو قوي. يبقى نعمل منه الشوربه بتاعت او الصوص بتاعنا ونبقى زي الفل مع بعض. تمام. هو الروزيتو خلاص؟ خلاص. هنحط الكريمه ونقدمه خلاص. طيب عايزك تقولي مقادير البسكوت. تمام. واحنا هنعمل مع بعض. فين البسكوت؟ فين البسكوت؟ اهو. ممكن اقول.